مع إطلالة شمس الثلاثين من كانون الثاني من كل عام، نقف على أعتاب ذكرى ميلاد من زرع فينا حب الوطن والتضحية في سبيله. وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده. إلى القائد الرائد والأب الحاني والباني، فارس الديرة وقائد المسيرة، شيخ العشيرة الكبيرة وسليل الدوحة الهاشمية، كل عام وأنت المثل الأعلى والقائد لشبابنا يا سيد البلاد. شمعة تضيء سماء الوطن وتبعث بضيائها إلى الكون أجمع، خيراً وعطاءً ونماءً وعشقاً هاشمياً. مولاي المعظم، كل عام وأنت والوطن بألف خير. في ذكرى ميلادكم سيدي نستحضر قيم الشجاعة والعزة، ونتجسد مواقف البطولة والعزم والإرادة، مجددين البيعة والانتماء والولاء لكم. سيدي وأبي، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، يشرفني وباسم قائمة النشامة في الجامعة الأردنية أن نرفع إلى مقامكم السامي أعظم معاني التهنئة والمباركة بمناسبة عيدكم الميمون، ضارعين إلى الله عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، وأن يبقيكم ذخرا وسندا للوطن وشعبه. قائمة النشامة، قول فعل وإنجاز.